فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض طلبة العلم يقومون بالجمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر في السفر، ويقولون إنهم يتبعون لأحد الأئمة في ذلك، الأئمة الأربعة، فهل فعلهم هذا صحيح؟ ما وجدنا في الأئمة من يجيز هذا. بعض العلماء، بعضهم يعني واحد ما أدري نسيت اسمه هو اللي أجاز، وأما الأئمة الأربعة ما وجدنا أحد أجاز جمع العصر مع أو الظهر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس مشغول بالمخالفة، بعض الناس مشغول بالمخالفة. نعم.